حياكم الله مشاهدينا مرة أخرى، ووصلنا معكم إلى فقرة تحت المجهر. ضيفنا اليوم مشاهدينا في هذه الفقرة الأستاذ مشعل عنزي، رئيس جمعية حماية المستهلك. راح نتناقش مع حضرته إن شاء الله كل ما يتعلق بمهام الجمعية والهدف من إنشاء هذه الجمعية ودورها في الحفاظ على حقوق المستهلكين في البلاد، بالذات مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. عاد الله علينا وعليكم وعلى كل اللي قاعد يتابعونا حاليا إن شاء الله بالخير واليمن والبركة. حياك الله معي استاذ مشعل، والساعة المباركة. حياكم الله وتشرفنا في هذا اللقاء. بداية ومن غير يعني اي مقدمات، شنو الهدف من انشاء هذه الجمعية في ظل وجود جمعيات اخرى؟ طبعا احنا في قانون 39 على 2014 الذي تم اقراره في مجلس الأمة، وايضا اللائحة الداخلية الخاصة في بشأن الجمعيات حماية المستهلك، تم إشهار جمعيات حماية المستهلك فقط بالتزامن مع وزارة التجارة وأيضا من خلال اللجنة الوطنية لحماية المستهلك. هذه الجمعيات رأت النور فقط لتكون بالتوازي وأيضا التعامل مع وزارة التجارة، خاصة في المراكز الخاصة للرقابة التجارية وحماية المستهلك. تمام. طيب أستاذ يعني مشعل، وجود هذه الجمعية ما يتعارض أو ما يتناقض مع وجود قطاع حكومي معني برقابة الأسعار والإشراف عليها وتوجيه المخالفات للجهات اللي تخالف هذه تخالف الالتزام بالأسعار تحديدا؟ طبعا احنا وزارة التجارة منحت لجمعيات حماية المستهلك اختصاصات خاصة لتنظيم العمل من خلال رقابتها في الأسواق وأيضا من خلال القوانين الخاصة في وزارة التجارة. احنا يعني كجمعية حماية المستهلك فقط الاختلاف الموجود بيننا وبين المراكز الخاصة فيه هي عدم وجود ضبطية قضائية، ولكن دورنا يتزامن أيضا بالتوعية، ودورنا أيضا يكون من خلال رسائل نقدمها وذلك من خلال جمعيات النفع العام لتقديم المشاركة المؤسسية لوزارة التجارة وأيضا لتوعية المجتمع بشكل عام. تمام. إذن ودي أتكلم مع حضرتك وأن تعرف على الجزء اللي تكملون فيه دور القطاع الحكومي. إذن ما عندكم ضبطية قضائية وإشراف أو سلطة قضائية مباشرة على أي جهة تخالف الأسعار والالتزام بالأسعار تحديدا، فبالتالي جزءكم المكمل متعلق بالتوعية أكثر ما هو متعلق بسلطة على تمارسونها على الجهات اللي تخالف الأسعار. احنا طبعا كجمعية هناك اختصاصات مثل ما تفضلنا سابقا، اختصاصات جمعية حماية المستهلك خاصة بمباشرة الدعاوى التي تتعلق بمصالح المستهلكين، هذا من ضمن الاختصاص. وأيضا هناك اختصاص خاص بعملية رقابة الأسعار ومقارنتها ومسح بيانات الأسعار ورفعها إلى جهات الاختصاص. هناك اختصاص أيضا وهو عمل توعية خاصة لكل المستهلكين بتقديم رسائل من خلال التعاون مع المؤسسات الحكومية والجهات الإعلانية والإعلامية الخاصة التي ممكن من خلالها نقدم توعية خاصة لكل المستهلكين. تمام. ما هي الجهات اللي تخضع خلينا نقول لرقابتكم أو للتعاطي مع شكاوي المستهلكين تجاهها؟ احنا القانون تتكلم على التعاون مع الجهات ذات الاختصاص، بمعنى كل جهة خاصة برقابة المستهلكين سواء من جهة الغذاء مثلا هيئة الغذاء، هيئة العامة للغذاء، وأيضا الجهات الرقابية الأخرى مثل نقل السلع من خلال الجمارك، وأيضا هناك رقابة أخرى من خلال جهاز حماية المنافسة. في مجلس الإدارة رأينا أن يكون هناك تعاون مع كل هذه الجهات. إحنا عندنا استقبال للشكاوي من خلال المستهلكين، هذه الشكاوي ننقلها إلى هذه الجهات بالتعاون، وأيضا عمل بروتوكول خاص مع هذه الجهات وفقا لاختصاصاتنا، بالإضافة إلى التنسيق لاستقبال تلك الشكاوي وحل المشاكل التي تتعلق بالمستهلكين. تمام. بخصوص الشكاوي، يعني ما تتفق معي بأن هذا أيضا يعني قاعد يسحب بالبساط من الجهات المعنية من الخط الساخن بوزارة التجارة والصناعة اللي تحث على التواصل معها، وطبعا تحث المستهلكين وتسجيل الشكاوى تجاه أي جهة ترفع أسعارها؟
دور جمعيات النف العام هو دور مجتمعي، والدور أيضا مثل ما قلنا سابقا هو يتزامن مع دور الرقابي في وزارة التجارة. احنا الفرق بيننا وبين وزارة التجارة فقط أن ما عندنا ضبطية قضائية، ولكن هناك إجراء من خلال تلقي شكاوى المستهلكين، وخاصة في بعض الشكاوى التي لربما لن يجد حل المستهلك من خلالها، احنا بدورنا نتابع، وهذا من ضمن أيضا اختصاصاتنا متابعة هذه الشكوى وضمان تحويلها إلى جهة الاختصاص وضمان أيضا إزالة هذه الشكوى. طيب خلينا نفصل الآلية أستاذ مشعل، في حال تقدم أي مستهلك من المستهلكين لشكوى للجمعية أو لإشارة أو لتنويه لجمعيتكم الموقرة، ما هي الإجراءات والخطوات التي تتخذها الجمعية تجاه هذه الشكوى؟ احنا عندنا جهات اتصال واستقبال لهذه الشكاوى، عندنا كول سنتر خاص باستقبال الشكوى، وعندنا ايضا حاليا واتساب خاص لاستقبال الشكوى وابلكيشن خاص لاستقبال الشكوى. كل هذه الاجراءات نستقبلها من خلال الإدارة العلاقات العامة في جمعية حماية المستهلك، وفحص هذه الشكوى هل هذه فعلا تندرج تحت قوانين وزارة التجارة، وهل هناك حل لهذه الشكوى من خلال تواصلنا مع جهات الاختصاص الحكومية، وبالتالي نقرأ هذه الشكوى ونتواصل مع المستهلك ونحولها إلى جهات الاختصاص، ومتابعة هذه الشكوى مع مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى إعطاء معلومة ويعني نتيجة لهذه الشكوى لكل مستهلك، وإبلاغه بأن تم رصد هذه الشكوى وتم معالجتها وتم أيضا تحويلها إلى الجهات. تمام. طيب لو بنتكلم عن الجمعيات الثلاث المتعلقة بحماية المستهلك في البلاد، هم ثلاث بالإضافة إلى جمعيتكم ولا هم ثلاث من غير جمعيتكم؟ لا، هم ثلاث بالإضافة إلى جمعيتكم. تمام. نبي نتكلم يعني عن 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 الشيء اللي راح تقدمه الجمعية وبقية الجمعيات الأخرى ما قدمت هذا الشيء اللي تقدمونه أنتم. احنا طبعا جمعية حماية المستهلك عندنا ثلاث جمعيات، في جمعية الجمعية الكويتية لحماية المستهلك، وفي جمعية حماية المستهلك الكويتية، وفي جمعية حماية المستهلك. احنا جمعيتنا يعني اسمها جمعية حماية المستهلك. هذه الجمعية تم إشهارها وإعطاها تراخيص من ثلاث جهات، وهي الجمعية الوحيدة التي مرخصة من ثلاث جهات. حلو. جمعية مرخصة من وزارة التجارة وفقا لقانون 39/2014 الخاص بشأن إشهار جمعيات حماية المستهلك، بالإضافة إلى إشهارها من قبل وزارة الشؤون. ما قبل أسبوع تم تشريفنا من خلال الدكتور مشعل العتيبي وزير الشؤون بافتتاح مقرنا في الدور الرابع في اتحاد الجمعيات، وأعطانا الصبغة والصفة الرسمية في إشهارنا كجمعية نفع عام خاصة وإدراجها تبع جمعيات النفع العام. وأيضا هناك إشهار أو ترخيص ثالث من خلال جمعيتنا، وهو من خلال وزارتكم وهي وزارة الإعلام، من خلال قانون النشر الإلكتروني تم أيضا منح ترخيص لهذه الجمعية باسم ترخيص المستهلك. تمام. طيب ودي أتكلم مع حضرتك طالما تكلمت عن موضوع الشكاوى المتعلقة بالمستهلكين تحديدا، يعني هل لكم أيضا يعني سلطة على عربات التنقل المنتشرة حاليا في البلاد؟ هل لكم سلطة على المحال أو يعني المحال تحديدا اللي موجودة على الطرق السريعة، وبعض الشركات اللي موجودة في المناطق النائية والمناطق البعيدة، بعضها يعني الأسعار عندهم مرتفعة بشكل ملحوظ مقارنة في الجمعيات ولا في شويخ تحديدا التجارية، هذا يعني يعتبر مخالفة ورفع وتلاعب بالأسعار من قبل هذه الجهات، ولا الأمر طبيعي يكونهم موجودين في مناطق نائية؟ وبراح نمر إن شاء الله أيضا على موضوع القطاع السياحي إذا تكرر. إحنا طبعا يعني السؤال موجه إلى شقين. الشق الأول أن دورنا إحنا كجمعيات حماية المستهلك مع هذه المنشآت التجارية، أي شخص يحصل على ترخيص من قبل وزارة التجارة إذن هو مراقب من خلال الرقابة التجارية ومدرج تحت ووفقا لاختصاصاتنا الممنوحة من قبل القانون، بمعنى أن إحنا قادرين بأن نراقب هذه الجهات فقط ليس للعقوبة ولكن رقابة لمسح الأسعار ومقارنتها وقياسها. ولكن الشق الثاني في السؤال،
هل هناك عقوبة لمن يرتفع قيم هذه السلع؟ أنا أقول لك إحنا في رسائل نقدم في حماية المستهلك، وهي قياس المقارنة دائما تبنى لدى المستهلك، هو من يقارن وهو من يعني يرفض هذه السلعة في حالة ارتفاعها. احنا انا معاك واقول لك ان رصدنا بعض الفود تراك اسعارها جدا عالية، ورصدنا ايضا هناك منشآت اخرى ليس لديها قيمة اجارية عالية وبالتالي لها قيم عالية. هناك تقارير نرفعها احنا كجمعية حماية المستهلك الى وزارة التجارة بارتفاع هذه الاسعار، ولكن دائما نقول المستهلك أنت من تقارن وأنت من تمتنع عن شراء تلك السلع، وبالتالي التاجر أو صاحب هذه المنشأة سيفرض القيمة الأقل وهو من سيقيم هذه القيم، وبالتالي هو من يعني يعطي سعر أرخص للسلع ويعرضها للمستهلك. تمام، بس أستاذ مشعل يعني هل مصيرها إيجابي؟ هل مصيرها مشجع؟ يعني هذه الشكاوى لما يعني يقدم المستهلك على تقديم شكوى سواء عندكم بالجمعية أو حتى مع وزارة التجارة، مصيرها هل راح يكون في مثلا عقوبة، غرامة مالية، إغلاق، بحيث أنه يعني يحسب حسابه التاجر تجاه هذا الموضوع؟ القانون نظم عملية العقوبة وأعطى لكل مخالفة تجارية لها قيمة ولها أيضا عقوبة خاصة في القانون التجاري. إحنا دورنا حاليا أثناء الرصد لهذه المخالفات نرفعها إلى المراكز التجارية من خلال وزارة التجارة. هناك وفقا لتطبيقهم للقوانين لديهم صلاحيات بمخالفة هذه المنشأة، وأيضا لديهم صلاحيات بإغلاق هذه المنشأة، وأيضا إحالتها سواء إلى النيابة التجارية أو إلى المحاكم. تمام، عندكم سلطة خلنا نقول بشكل صريح على الجمعيات التعاونية تحديدا كونكم موجودين وياهم في نفس المبنى، بإلزامهم بتوفير يعني مختلف السلع وفتح المنافسة؟ احنا عندنا طبعا احنا لفقط للمعلومه ان اتحاد الجمعيات هو بواب الدخول كل السلع في الكويت، واغلب السلع الموجوده في الجمعيات اقصد التعاونيه هو بناء على تعاميم موجوده من خلال اتحاد الجمعيات الى الجمعيات التعاونيه. احنا دورنا عملنا سيستم خاص، داشبورد خاصه في جمعيه حمايه المستهلك لرقابه السلع وحجم دورانها ورقابه المخزون الخاص في هذه السلع في الجمعيات التعاونيه. عندنا اليوم تقرير رفعناه ورفعنا لكل وسائل التواصل الاجتماعي بالمقارنة ما بين العروض الخاصة في المهرجان، المهرجانات الرمضانية، وقسنا إلى 4 أسواق موازية وجمعيات تعاونية، وأعطينا هذه الأسعار بالمقارنة وأعطيناها للمستهلك فقط لكي يقيس هل هذا المنتج سعره وين بالضبط أو يبحث عنه وين بالضبط هو أقل سعر، وأيضا نميز الجمعية الناجحة من خلال نسبة خفض هذه السلع، ونميز أيضا مجالس الإدارات الناجحة التي تميز مساهمينها وأيضا تستقطب كمية أكبر من المستهلكين لمراكزها ومنشآتها التجارية. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في مشواركم، والله يعينكم على يعني حمل هذه الأمانة. رئيس جمعية حماية المستهلك الأستاذ مشعل العنزي، كل الشكر لك على وجودك معنا في برنامج مال وأعمال، ونقول لك مبارك لك الشهر مقدم، أتمنى لك التوفيق إن شاء الله في هذه المسيرة. والتحية أيضا لكم مشاهدينا أينما كنتم. وصلنا وياكم إلى حلقة أو إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم إن شاء الله بعد عيد الفطر المبارك، عاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة. حتى ذلك الحين أترك الجميع في حفظ الله ورعايته وفي أمان الله.